صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. بداية أسبوع نتمنى إن شاء الله يكون أسبوع مليء بالأخبار السارة والسعيدة اللي إن شاء الله تغطي الأخبار الحزينة اللي كانت خلال الأيام الماضية على المستوى الرياضي نتكلم بالتأكيد، وخاصة اليوم يعني أخبار سعيدة نقول نستشفها على خلينا نقول على المستوى السياسي على الأقل، والتصريحات الرائعة اللي وصلت لنا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد في لقائه اللي يمكن تابعنا جزء منه خلال تلفزيون الكويت. فنقول الله يوفقك يا عمبو عبد الله، وإن شاء الله بمساعدة أيضا عضيدك سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك إن شاء الله نشوف هذه الرؤية اللي يحلم فيها كل كويتي بالتأكيد، ونشاهد كويت جديدة بإذن الله تعالى. عموما خل نرحب بضيوفنا ومحللينا متواجدين معنا اليوم، على اليمين مدربنا الوطني مدرب فريق صريخات كابتن أنور يعقوب، بجانبه مساعد سكرتير اتحاد الكويتي لكرة القدم السابق الدكتور محسن العنزي، على اليسار مدير منتخبنا السابق ومدير فريق كاظمة الحالي الأخ منصور التنيب، وآخر الحضور مقرر لجنة الكرة في النادي العربي واللاعب الدولي السابق الكابتن أحمد موسى. حياكم الله أخوان، يا هلا ومرحبا، صبحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم، ومشكورين على تواجدكم معنا. اللي حاب يشاركنا السابق. نعم، ليش تذكر السابق؟ عشان الموضوع اليوم على المنتخب، عشان لا بس تذكر الحالي. ذكرنا الحالي اليوم الموضوع على المنتخب. لا ذكرنا الحالي. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، حسابنا في تويتر انستغرام، موقعنا على اليوتيوب. ايضا نشكر كل من يتفاعل معنا وكل من يتواصل معنا وكل من يضيفنا ايضا في هذه الوسائل الثلاث وسائل التواصل. نشكر رعاتنا وداعمينا شركه كيو اي تريد واخوي محمد النصار، كل الشكر لك. بن العميد واخوي صالح دشتي، مهند الصباغه مشكورين. أطياب المرشود أخوي وليد المرشود أخوي عبد اللطيف الأيوب مشكورين. شكر لأيضا مطعم سيام يسطى وأخوي أبو عمر سلطان العنزي، شكرا لك. شكر لمطعم التسيمو ومطعم كناف وعجين، الشركات التابعة لكيو اي تريد مشكورين. شكر لدير اندير وأخوي محمد العنجري مدام شادية مشكورين. وفي النهاية شكر لأخوي طواري مدلول ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيوس في الكويت. قبل لا نبدي بالتأكيد التهنئة لنا كلنا بالتأكيد وللإخوان في فريق كرة اليد بنادي الكويت، جهاز فني، جهاز إداري، جماهير، لاعبين، مجلس إدارة بالفوز اليوم على شقاء فريق الشارجة عن جدارة واستحقاق والتأهل لدور الأربعة لبطولة آسيا الأندية. نشكر الجمهور الحقيقة اللي عطى صورة طيبة وانطباع رائع عن ثقافة الجمهور الكويتي والمحب لكرة اليد. نتمنى إن شاء الله التوفيق لفريق الكرة إن شاء الله، فريق كرة اليد بنادي الكويت في المربع القادم. أكرر شكري الحقيقة يعني على اللي شفناه اليوم ونشوفه في هذه البطولة، أكرر شكري للاتحاد الآسيوي لكرة اليد برئاسة الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس الاتحاد والإخوان اللي معاه في الاتحاد الآسيوي. أكرر أيضا شكر الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسهم الدكتور محمود فليطح نادي الكويت، وعلى رأسهم أخوي خالد الغانم رئيس النادي على هذا التنظيم الحقيقة اللي مكتمل. يعني اليوم لما نقول ثلاثي أو مثلث، بالفعل اليوم هالمثلث نجح في هذا التنظيم وساهم بالتأكيد فيه الإخوان الجماهير اللي عطوا صورة رائعة. أكرر أيضا مرة أخرى صورة جميلة للجمهور الكويتي المثقف واللي يحب الرياضة بشكل عام ويحب كرة اليد بشكل خاص. فمرة أخرى الشكر للجميع على هذه البطولة. سعود في نقطة عندك محمد، يعني في نقطة أعتقد اليوم اللي شفناه إنه يستحق جمهور كرة اليد، ونستحق إحنا كذا الكويت ملعب أو صالة يد على قيمة عالية صراحة. صحيح. يعني اليوم ترى الملعب، ترى تدري انت صالات الانديه ما هي كبيره وتاخذ العدد، وكان في عدد كبير يبي يروح يعني صراحه. صحيح. لكن اليوم احنا في كره اليد مو الحين، من سنوات يعني. صحيح. نستحق صاله على مستوى عالي مثل ما احنا اليوم. انا استغرب من الاخوان في الهيئه والقائمين على الرياضه، سويت انت صاله بولينج، سويت صاله متعدد، يعني ليش ايش معنى صاله اليد ما تبي تسوي صاله؟ لا هي مسويها هذه صاله متعدده الاغراض، احنا مطلعين كاميرا ان شاء الله
انت خربت علينا الموضوع يا ابو عاش. الحين راح يمنعون الكاميرا وما يخلونا نصور. وين الصاله؟ صباح السالم؟ لا يعني انا ما تحدد. وهذه الصاله هذه متعدده الاغراض، هي مسوينها حق السله واليد والطائره. اي بس انت 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 اليوم انا اتكلم عن واقع. انت تبي صاله خاصه فقط كره يد؟ يد يعني انت اليوم ليش ما يصير؟ شو ما يصير؟ تدريب. ليش ما يصير؟ كل انديه عندهم صالات صغيرة. لا لا صالة صالة حق الاتحاد مثل البولينج مثل حماس السباحة. انت تفضلت فيه صح، ان البطولات بدل لا تصير على الصالة اللي بالدعية اللي بالدعية ولا اي اللي بالدعية. اليوم بنادي الكويت اليوم نادي الكويت. ليش لو في الاغراض؟ لا 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 هو يبي صالة، هو يبي صالة يعني اليوم لو في صالة، لو في صالة بقيمة صالة البولينج بقيمة أستاذ جابر صالة مخصصة اليد، كان نادي الكويت ما سوى البطولة على ملعبه. قالك مجهزينها إن شاء الله. هو هذه الصالة متعددة الأغراض فيها أكثر من. أبو سعود أول شيء أبارك الإخوان صراحة في نادي الكويت برئاسة أخوي خالد الغانم، اليوم صراحة أمتعونا صراحة. أنا تابعت المباراة صراحة وكان يعني حسب ما سمعت إن الجمهور اللي برا أكثر من اللي داخل. صحيح. وهذا يشدنا حق الكلام اللي قاله أخوي أحمد موسى، إن اليوم أنت لعبة لك إرث فيها. صحيح. بيوم الأيام أنت كنت متزعم كرة اليد في آسيا كلها. اليوم صراحة اللي شفناه فريق على مستوى عالي. صحيح. لاعبين على مستوى عالي، يعني هذيلا يعني تخيل هذيلا لاعبين نادي الكويت، فما بالك باجي الأندية. يعني أنت تقدر اليوم تصنع مجد آخر لكرة اليد. صحيح. يعني اليوم أنت الصالة صراحة مجهزة على. صحيح. أحدث طراز. صحيح. يعني من أرضية من مدرج من غيره من كذا، يعني يشكرون الإخوان بالهيئة اللي قاموا بالدور هذا صراحة. نعم. بس هذا شنو أقول لك يعني يجرنا إلى شكل سريع. شكل سريع. أنا عندي مواضيع. إحنا اليوم لابد أن نجهز الصالة هذه اللي تخلفنا في تجهيزها صارنا فترة أنها تخلص صراحة. نعم. دكتور. طيب. بس أعطيتك تكلمت مبادر. بس كلام أقول لك أنا من سكان كيفان. اليوم سيارات مسكرة عندنا بكيفان. طبعًا. يعني طبعًا. جمهور ما شاء الله. طبعًا. الجمهور اللي حاضر. قبل برا. صحيح صحيح. طيب اول شيء احب ابارك نادي الكويت الفوز اليوم. انا حضرت المباراه، هاي ثاني مباراه احضرها. ما خلاني ابارك انا بعد صراحه اللي شفته يعني داخل الصاله من تنظيم كله شباب كويتي بصراحه. صحيح. حتى اللجنه الامنيه تنظيم رائع. وبعدين الصراحه داخل الصاله ما ودك تطلع، الجمهور كان برا الصاله اكثر بعد. صحيح. حضور جماهير شيء مو طبيعي الصراحه. واشكر طبعا الهيئه واداره نادي الكويت، وحتى اليوم السيد مرزوق القائم كان حاضر. واشكر جماعة نادي العربي كاظمة السالمية القادسية كانوا متواجدين جماهير صراحة. وشيء بسعود داخل الصالة شيء روعة صراحة. نعم. أشكر مع التنظيم. هي نقطة أخيرة بس يعني هذا اليوم اللي إحنا نتطرق له دائما. أرجع وأقول تنظيم نادي الكويت شباب كويتي مثل ما قال أبو أحمد، الهيئة العامة للرياضة شباب كويتي، الاتحاد الآسيوي اليوم اللي مشرف على على هالامور اللي قاعد تحصل، تنظيم الملعب شلون دخول اللاعبين خروج اللاعبين تنظيم الصاله، هذا ايضا مشرف عليه ترى اللي قاعد يشرف على هالاجواء كلها ترى كويتيين، اتحاد اسيوي برئاسه الشيخ احمد الفهد والاخوان اللي معاه. فاليوم مثل ما تطرقنا في السابق ان مجلس الاولمبي الاسيوي اللي قاعد ينظم هالدورات على مستوى الاولمبيات مشابهه وقريبه من الاولمبيات شباب كويتي، اليوم الاتحاد الاسيوي شباب كويتي. فاليوم احنا عندنا هالامكانيات، عندنا هالمواهب اللي تقدر تنظم على مستوى عالي وتدير اتحادات على مستوى قاري مثل ما تشوف الاتحاد الاسيوي لكرة اليد او الاتحادات الاخرى. في نقطة ايجابية شفتها. نعم. اليوم في رياضي من نادي العرب عبد الله عباس، بدر الديع، رؤساء اندية موجودين. صحيح. يعني حتى من العرب التفاف حسين عاشور شيء صراحة في التفاف على على افراح بصراحة. والله هذا الامر كنا نتمناه صراحه مع منتخبنا الاولمبي. يعني انا اليوم صح كلام يعني صراحه شيء يحز بالخاطر اليوم تشوف هالالتفاف امام نادي يمثل الكويت، ما تشوفهم امام التفاف، مع احترامي طبعا انا ما ادري يمكن الاخوان ملتفين يمكن موجودين، بس ما شفنا هالامر. اول مباراه حق المنتخب، اهم مباراه يعني منتخبنا الاولمبي، صحيح ان قسينا عليه وقلنا والله سيء وقلنا المدرب سيء وقلنا، لكن لو كان في التفاف يمكن اللاعب لما يشوف والله رئيس مثلا نادي جاي، يشوف والله مثلا وزير جاي، يشوف حسسونا ان المنتخب اللي قاعد يلعب ولا كانه منتخب الكويت. يا عمي بيخسر كيف يعني؟ انت اليوم لما تعطي اهتمام حق 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 لعبه وحق حق نادي يمثل الكويت، اعطى حق اهتمام ايضا حق منتخب اسم الازرق هذا
اسم ديرتك منتخب الكويت بيوصل حق اولمبياد طوكيو. انت حسست ان المنتخب خسران قبل لا تبدا البطوله. انا ما ادري صراحه هل اعضاء الاتحاد كان ليش زعلانين على علي الديحاني ما يحضرون؟ يعني هذا الامر ما ادري صراحه. عموما بنتكلم اكثر عن هالموضوع. خلينا نشوف مباراه منتخبنا الاخيره اللي لعبها امام منتخب قرقستان وانتصر فيها على المنتخب القرقستاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نشوف تقرير عن المباراة وبعدها سنة. الأزرق الأولمبي وعلى عكس التوقعات ظهر بصورة سيئة وغير مرضية للجماهير الرياضية بعد الخروج المبكر من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو بسبب الخسارتين أمام الأردن وسوريا على التوالي وبأداء باهت، مما أدى إلى استقالة رئيس اللجنة الفنية علي الديحاني. وفي مباراة تحصيل حاصل، منتخبنا الوطني يسعى لفوز شرفي أمام منتخب قرغستان الذي ودع البطولة أيضا برفقة الأزرق. سريعا عبد العزيز علي مروي افتتح التسجيل للأزرق بطريقة رائعة. مروي مرة أخرى أرسل كرة ذكية إلى عبد المحسن العجمي الذي أضاف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي. الحارس عبد الرحمن المجدلي منع هدف محقق للمنتخب القرغستاني. المنتخب القرغستاني تحصل على ركلة جزاء سددها أرنست مسجلا هدف تقليص الفارق. القائم الأيمن وقف بجانب المجدلي ومنع منتخب قرغستان من تسجيل التعادل، لتنتهي الفترة الأولى من المباراة بتفوق الأزرق بهدفين مقابل هدف. الشوط الثاني انطلق مع تسديدة للمنتخب القرغستاني تصدى لها عبد الرحمن المجدلي. عبد العزيز علي مروي يمرر كرة على طبق من ذهب إلى بدر طارق ليسجل الهدف الثالث من تسديدة جميلة. المتألق مروي الصغير أضاع فرصة الهدف الرابع للأزرق. المنتخب القرغستاني استغل خطأ مدافع الكويت ليسجل أرنست الهدف الثاني له ولفريقه. مشعل فواز تكفل بتسديد ركلة حرة والقائم الأيمن وقف أمامه، لتنتهي المباراة بفوز الأزرق الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. فوز معنوي، اجتهدنا من شهر سبعة، حاولنا لكن ما 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 سوينا اللي كنا نطمح له. احب اشكر الجهاز الفني والاداري، ونفس ما تقول فوز معنوي للجمهور الحمد لله، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. ليش ما استكملت المباراه الماضيه؟ والله حاشتني اصابه بالعين، عين اليسار، خدش بالقرنيه، يعني طلعت من الملعب على طول رحت المستشفى لان ما قدرت اشوف بالمباراه، وشفت ان يعني اطلع عشان ما كنت اقدر اكمل والفريق يستفيد اكثر، يعني لانه ما كنت اقدر اشوف. نفس ما احنا ما عندنا شيء نخسره، هم المنتخب القرقستاني هم ما عنده شيء يخسره، فهو يبي المباراه واحنا نبي المباراه كفوز يعني معنوي حق اللي جاي. نحتاج يمكن مثل هالفوز هذا حتى تبدي انه تعطيك انت اي ليفل واصل له. المنتخبات اللي باريناها ما كانت سهله، منتخب قرقستان اليوم كانت مباراه نوعا ما قويه وخصم كان قوي، كان ممكن هم يرجع للمباراه، ولكن الحمد لله اللاعبين مباراه بعد مباراه طبيعي يكتسبون بعض الخبرات، وهذا اليوم مؤشر انه شلون تحافظ على النتيجه وشلون تسجل وشلون مجريات المباريات بالرتم السريع. الأزرق الأولمبي يعبر قرغستان في مباراة تحصيل حاصل بعد خروجهما من البطولة. فواز صلال لبرنامج الديربي. شكرا أخوي فواز، قلت لك للأزرق الأولمبي نهاية مشرفة لهذه التصفيات بهذا الفوز. خلا اخذ راي الاخوان في البدايه عن مباراه قرقستان وبعدها ناخذ رايهم بشكل عام عن اداء الازرق الاولمبي ويعني وجهه نظرهم. في البدايه ابو احمد، شلون شفت مباراه اليوم؟ انا بصراحه شفت الشوط الثاني التشكيله هذه المفروض يلعبها في البدايه، تدري ليش؟ نعم، الفرق البنيه تفرق، انت محتاجين لاعب من خبره، لعب بدر طارق، مشعل فواز، لعب حمود
محمود عايض لاعب بالنصر، هذيل لاعبين متمكنين يعني، لاعبين مع الفريق الاول اساسيين قاعد يلعبون بانديتهم. انت جيت لي لعبت لاعبين صغار مثل بالناجي مولد 2001 لاعب زين، بس تحطه بهالبطوله تحت ضغط، انت محتاج لاعبين خبره، في لاعبين خبره، في لاعبين استبعدهم المفروض يكون بالدوره. محسن نهار لاعب كاظمه عبد الله شرهان عندك علي بلوش لاعب القادسيه لاعب مميز بالنص، حتى محمد الهويدي ليش احنا قاعد نلعب بدون ارتكاز؟ عندك محمد الهويدي ومحسن نهار وعلي بلوش، هذين لاعبين ارتكاز انت محتاجهم. انت كمدرب ماخذهم معاك المعسكرات من شهر 7 ليومك هذا ما ضبطهم، والبطوله هذه شفت فارق الاجسام يعني في 97 عندنا لاعبين 2001 لما يلعب 2001 مع 97 مع الفرق هذه يفرق معاك البنيه والقوه والسرعه وحتى البنيه الجسمانيه. فاشوف لاعبيننا انا امانه اقول لكم انا ما بلوم اللاعبين، اللاعبين ما يلامون، احنا خلينا نصير شوي صريحين يعني اكثر. انا لوم اللجنه الفنيه في اختيار من المدرب، اللجنه الفنيه ما حسبوا المدرب من شهر 7 8 اشهر الحين تقريبا او 7 اشهر كم لاعب تغير، ياخذون مجموعه يغلونها ياخذون مجموعه ويردونها ما ثبت على تشكيله، وبعدين يو غيروا المدرب بدال المدرب ثاني نزلوا مال الاولمبي ودوا 19 زين. انت عندهم الدكتور جوزاك على قولتهم هذا المدير الفني من جايب المدربين؟ مو هو جايب المدربين، انت بدال ما شفت المدرب مال الاولمبي بالبدايه مو زين رحت رديت حطيت تحت هذا، المفروض هاي تفنش على طول امشي حتى المدير الفني الفريق الاول شنو خبرته شنو عنده؟ مدرب في فريق بولندي يمكن كم شهر وقالوا لا عنده خبره فنيه ولا محاضر، احنا قاعد نقول المحاضر غير. انا اللاعبين لا احد يقسى على اللاعبين، لاعبين الكويت يعطيهم العافيه، احنا ما عندنا مواهب بس في امر فني يا ابو سعود انا كمدرب اشوف الامكانيات اللي عندي واوظفها صح واعد الفريق بشكل صح لما لازم يكون، اتابع الفرق هذه اتابع بعيني انا كمدرب اشوف واشوف امكانيات ربعي انا الامكانيات الموجوده عندي. انت في مواليد 98 ما لعبتهم ما يصير، حطيت الصغار مواليد 2001 تحت ضغط، في لاعبين مميزين ترى ما لعبوا بالبطوله هذيل مستبعدين هم اللي قلنا عليهم، وفي ناس احتياط بدر طارق ليش احتياط؟ كم سنه يلعب فريق اول؟ حمود عايض مشعل الفواز بدر طارق اللعبه اللي فاتت وين لعبه؟ متى لعبه؟ متى لعبه؟ لعبه متى لعبه؟ الشوط الثاني لعب بدر طارق عنده خبره، قاعد اقول لك هذيل اللاعبين مشعل الفواز لاعبين متمكنين يعني مع الاسف احنا قاعد نلعب مشعل بديل اليوم ترى لعب بديل اوكي المفروض مشعل الفواز اساسي طيب بس عنده اصابه دكتور اصابه ما اخذه اصابه ليش اخذه؟ طيب دكتور شو شفت الكويت اليوم في المباراه الاخيره؟ والله هل 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 بالفعل يعني ظهر بصوره مختلفه ولا قرقستان كونه يعني فريق متواضع خسر من سوريا خسر من الاردن فطبيعي يخسر من الكويت؟ والله شوف يعني قرقستان سواء في الفريق الاول او المراحل السنيه دائما تشوف نتائجه في التصفيات الاسيويه متذيل القائمه دائما مثل نيبال وغيرها من الدول يعني. اليوم كانت مباراة تحصيل حاصل لا تغني ولا تسد من جوع، مجرد ان مباراة من ضمن السكور في هالتصفيات هذه تلعب. انا ما شفت اي تغيير يعني منتخبنا لو كانت 2-0 بعدين احرز المنتخب القرغيزستاني الجول الاول في هجمتين ضاعوا حق منتخب القرغيزستان، واحده طقت في العارضه لو ان مقاولينها المنتخب القرغيزستاني كان احنا هم بعد يعني صرنا من أسوأ إلى أسوأ. إذا بنتكلم عن مباراة اليوم قرغستان ولا ليش المنتخب طلع؟ لا أنا راح أتكلم بعد شوي. ما عندي أنا اليوم المباراة صراحة يعني قلت لك تحصيل حاصل أوه. بالنسبة لي. طيب. يعني ما شفتها باهتمام لأنها صراحة شيء مخزي صراحة اللي وصلنا. بسعود من المباراة الودية اللي شفناها بالكويت البطولات شاركوا لي يومك هذا بعد شنو طريقة اللعب فيها المدرب؟ ما اشوف في طريقه لا هو ولا المنتخب الاول ما في طريقه لعب يصير ما في ما في لا لا في طريقه ما في طريقه لعب ولا شيء المدرب عطى طريقه بس اي عطى طريقه اي عطى طريقه شلون ما اذا عطى طريقه المدرب ما قاعد يعطي طريقه يا ابو احمد اذا المدرب ما اعطى طريقه لعب ها ما شفنا احنا يعني ضعف المدرب شنو ضعيفه طريقه لعب لازم عنده 4 2 4 3 3 هل في تمرير داخل الملعب ما شفنا ما شفت تمرير كرات طويله وفوضى باللعب ما في اي تنظيم داخل المدرب قال لهم سووا تمريرات طويله وخلكم فوضى بالملعب المدرب ما قال انادي اللاعبين بين الشوطين شلون انا اخلي اللاعبين يصير عند الضباط يعني بهالحاله اذا بهالحاله اليوم
احنا نتكلم عن هذا منتخب اولمبي، يعني هذا رديف المنتخب الاول. يعني اليوم انت نفس الحكي قلته يمكن قبل فتره مع اخوي محمد كرمني، انت اليوم كلاعبين عندكم ابداع، انت اليوم كلاعب لابد يكون عندك ابداع داخل الملعب. وقلت حق اخوي بدر المطوع نفس الموضوع، قلت يا بدر انت اليوم كابتن قائد، انت تغير الركنيه تصير قصيره، ركنيه عند القائم الاول، ركنيه عند القائم الثاني، ركنيه هذا بدل مطوع عنده. لا انا اتكلم حتى عن المنتخب الاولمبي، هذا الرديف الاول يا ابو. صح كلامك ابو سعود، احنا شفنا طريقه اللعب، اذا اللاعبين ملتزمين يعني شخصيه اليوم احمد ضعيفة. اليوم حسين فاضل لاعب سابق هو مدير المنتخب، اداري ما له شغل حسين فاضل. يعني اذا يشوف المدرب ما في خطه وما في طريقه اكيد يقول له. انا بقول مو تقول حسين فاضل والمجموعه محترم شخص، ليش غير المدرب علي من شهر 7 معاهم لشهر بسعود 1 كان معاهم مدرب غيره ليش؟ طيب ما شافوا كل الفترة؟ بسعود انت قلت طيب. بنتكلم عن هذا، بتتكلمون ليش الخروج؟ خلينا نتكلم. اي لا راح هي حق الخروج يا ابو حي. تفضل بدر، ايش رايك بأداء الازرق اليوم؟ والله انا اقول مثل ما قال الدكتور، تحصيل حاصل المباراة، ولعبوا اليوم بدون شحن، مو مشحونين اللاعبين، يعني لعبوا بالجيم الاول مهارات اللاعبين. انا قاعد اقول لك يعني هويه عند المدرب ما لها هويه نهائيه. الحين لما فازوا شلون فازوا يعني؟ انا قاعد اقول لك اللاعبين سوء منتخب غستاريوس، احنا عارفين ما يصير، ترى في ثلاث اقوال ملعوبه. انا اقول شغله واحده، ما يصير ما سعود انت ما تعطيني فرصه. لا ادري يعني انتم اليوم فاز المنتخب يعني والله يعني انا ما ادري ملعوبه، خسر المدرب سيء والله. احسن ما من المباراه الجول الاول مع عزمر. لحظه حتى والله العظيم احسن ما المباراه الجول الاول مع عزمر. بس سعود فقط انت الحين تقول لي انه والله جمله تكتيك هي حلوه، مو اللاعبين هو اللي سووها. لاعبين قول له الله. زين ليش اللاعبين ما سووا قدام سوريا؟ ليش ما سووا قدام الاردن؟ اسمعني مدرب هناك، هني لاعبين. يا ابو سعود اليوم الفريق لعب مو مشحون نهائيا، يعني احنا شو نقول ان الجيم الاول لاعبين، الجيم الثاني مدربين، الجيم الاول شلون شفناه اليوم؟ اليوم الجمله التكتيكيه قاعد يلعبون اللاعبين اجتهادات من اللاعبين، يلعبون وايد ممتاز. المدرب لما يدش فيها المدرب يخرب كل شيء. خلاص خلهم بدون مدرب. شوف الجول الاول، شوف الجول الاول، شوف اجتهاد المدرب، شوف الجول الاول والثاني. طبعا يا جماعه انا شيل المدرب وخلاص العب يعني الاخوان الله. يعني الاخوان يعني على قولتهم ذكروا النقاط. يمكن انا حللت البطوله من خلال اذاعه دوله الكويت. اليوم المنتخب الكويتي ما فرق، اليوم ما فرق عن اي شيء عن المباراه الاولى والثانيه، ما في فرق. الفرق الوحيد شنو؟ ان مستوى لاعب الكويتي اعلى شوي من مستوى لاعب الثاني، وصار فيه شنو فرديات من عبد العزيز مروي، بدر طارق، لاعبين يعني لاعبين فردياتهم هم الفرديات مهاراتهم الفرديه اعلى من لاعب الغسان، ففرقوا. هذه المهارات انصدمت في واقع المنتخب الاردني والمنتخب السوري، انصدمت في فريق لاعبين على مستوى درجه اولى. اليوم انت لما اليوم انت لما تقول لي انت مدرب، تعال بالقول الاول شنو لعبة فردية، لاحظ روحه دش عزيز راوغ وكسرها، ما في جملة يعني، ما في جملة باص باصين ثلاثة وصارت عرضية، لا ما في جملة. كرة شلون قاعد يمر من السماء طاحت ولا شلون؟ شوف انت شلون ما اخذها، يعني ما في جمل. يعني شوف شفت لعبة، شفت انت الجول الاول على منتخب الاردن، جملة في كان في جملة عيد الرشيدي وانتو راح وعرضها ويا اللاعب الثالث كملها وحط الجول. وليش ما تكررت هالجملة؟ ليش مدرب يقول لهم ليش ما تكررت؟ ليش ما تكررت؟ انزل اكرر وياكم الجملة. ليش ما تكررت هذا السؤال؟ ليش ما تكررت؟ لان ما في، لان البداية اول شيء هذا المنتخب انت مثل ما تفضلت مساعد تقول رديف للمنتخب الاول صح؟ في كل منتخبات في كل دول العالم، غالبية دول العالم مدرب المنتخب الاول هو اللي يشرف على الاولمبي، هو من يشرف على الاولمبي. لا 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 قاعد اقول لك انا، احنا في سنه من السنين لوبوفسكي كان يشرف على منتخب 19 مو بس اولمبي. سعود يا جماعه 16 منتخب متاهل، ولا واحد منتخب الاولمبي يدرب المنتخب الاول 16 اغلب. بسعود زين، تعال المنتخب الاردني، المنتخب الاردني خلنا عندك علم المنتخب عفوا المنتخب السوري مدرب صار له 15 يوم والاردني بعد اي عرفت. الاردني كان ترى على فكره قبل ما يدش التصفيات هذا الاردني متعرض لخسائر قوم وقعد. فاليوم انت اردني غير مدرب اليوم هذا شنو؟ هذه بصمه مدرب على الفريق، على الفريق الاردني بصمه مدرب على الفريق السوري. انت وين بصمه المدرب على الفريق؟ لا ما شفنا. زائد بيدافع زائد اليوم الاتحاد يتحمل الجزء الاكبر بالاخفاق. طيب راح هي حق الاخفاق عشان انا اعطيت الاخوان قلت لهم راح هي. لا بس جزئيه بسيطه. طيب. بس بعد اذا عين شنو على نفس الموضوع اللي قال احمد. لا الاخفاق ولا عشان انا ادخل موضوع الاخفاق. انت لما تقول والله جمله يا جماعه، ترى قاعد تتكلم عنه لاعب منتخب اولمبي، تدري انت
اقول والله المدرب وكذا، هذا لما يكون مدرب تاع 16 منتخب 16 سنه اقول لي والله يا جماعه اليوم هذا واصل عيد الرشيدي وبدر طارق يديرون لعب. يعني انت اليوم احنا مثلا انا ويا انا واحمد شنو النقطه اللي تذكرها شنو؟ مو شرط ان المدرب يقول له العب العب كره على الجنب بعدين واحد ورا بعدين يلعب كروس، هذا اللي انا قاعد اقوله. ايش قاعد اقول؟ فهمتني؟ قاعد اقول شغله، هذا المرحله السنيه هذه هو يقدر يدير لعب. هذا اللي قاعد اقوله. يفترض 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 يدير، لكن ليش ما يدير؟ لان هذول كلهم قاعد يلعبون وين؟ تحت 20 دوري، تحت 20 دوري يعني مع احترامي لهم دوري تعبان تعيس. هذول ما يلعبون، وانصدموا مع لاعبين المنتخب الاردني اغلبهم لاعبين محترفين برا، المنتخب السوري اغلبهم يلعبون الفريق الاول، المنتخب الاول يعني بسوريا اربع لاعبين يلعبون المنتخب الاول السوري. تبي تجي تباري اسمع، تبي تخليه دكتور، تبي يجي لي لاعب يلعب دوري تحت 19 سنه، يبي لاعب يلعب مع لاعب فريق اول، تبي يتغلب عليه؟ ما يتغلب عليه ولا يبني جمله عليه. طيب هذه مشكله الاتحاد. اوكي عموما احنا بنروح حق الفاصل، عشان بعد الفاصل راح نتطرق لموضوع خروج وفشل تأهل منتخب الكويت إلى أولمبياد طوكيو. طبعا احنا حطينا استفتاء في حسابنا في تويتر عن من يتحمل فشل التأهل في منتخب الكويت إلى أولمبياد طوكيو. طبعا احنا خلص الاستفتاء حطيناه تقريبا لمدة 10 أو 11 ساعة فقط. اللي شاركوا في التصويت حملوا اللجنة الفنية 18%، حملوا الجهاز الفني 10%، حملوا اللاعبين 11%، 61% حملوا الحكومه. انا راح اخذ راي الاخوان، يعني الاخوان حملوا الحكومه، يعني الحكومه متحمله السياسه والاقتصاد، متحمله العصم، البورصه نازله، متحمله المدارس تعبانه، الصحه تعبانه، هم بتحملونهم والله فشلنا بالتاهل حق اولمبياد طوكيو. زين ابو سعود، ما يعني الفريق هذا وجهه نظرهم نحترمها. الاتحاد هذا اكثر اتحاد مدعوم ماديا، شنو شنو كل شيء وفروا لهم الحكومه الاتحاد هذا، كل المعسكرات كل فرق من تحت لفوق، حتى بطوله من اي شهر هذا الاتحاد؟ بطوله الدوري صارت من اي شهر؟ معسكر من شهر 7 110,000 صارت بطل الدوري. اقول لك لا لا خل هذا، احنا يقول الحكومه لا، انا بالنقطه لا، الحكومه وفرت حق الاتحاد هذا كل شيء. انا راح اجيكم عشان اخذ رايكم، وانا يمكن مع ابو احمد، لا تلومون الحكومه يا اخوان في خروج الازرق. انتم حاطين الحكومه، حطوا الاتحاد. اي والله حاط الحكومه، هو اللجنه الفنيه، اللجنه الفنيه غير ولا ممكن يمكن يمكن تصرف على الحكومه باعتقادهم الحكومه هي ما يخاف لو مو داعمينهم الحكومه ماديه. انت بالاتحاد؟ لا لا انت بالاتحاد. لجنه فنيه وين؟ لا لجنه فنيه مو من الاتحاد. لا غير. شلون غير؟ غير لجنه فنيه من الاتحاد والاعضاء اعضاء الاتحاد. لجنه فنيه لجنه منبثقه من الاتحاد، والاتحاد مو قاعد يوافق على شروط اللجنه الفنيه ووافق على الحكومه. قول لهم البرنامج والخطه اللي حطوها الاتحاد فاشله. بس اي انا اقول لك بس اللجنه الفنيه تابعه للاتحاد فاشله بالمره. طيب اروح لفاصل وبعدها سنعود. حياكم الله ويانا. احنا طبعا نتمنى من مشاهدينا على طاري الاعلانات والرعاة والداعمين، يعني احد الاخوان اللي دائما الحقيقة يدعم برنامجنا اخونا علي كرم صاحب شركة جالبوت الانتاج الفني، يمر في وعكة صحية فيطلب دعواتكم له، وايضا احنا ندعو له بالتأكيد بالشفاء العاجل. خلا ارجع حق موضوع الاستفتاء، من يتحمل فشل تاهل منتخب الكويت الى اولمبياد طوكيو؟ طبعا هي نهايات كاس اسيا المؤهله الى اولمبياد طوكيو، احنا نتكلم عن الحدث الاكبر بالتاكيد. اغلب الجماهير 61% صوته ان الحكومه، وانا يمكن مع اخوي ابو احمد اعتقد الحكومه ما قصرت، ودائما الاخوان يقول الحكومه تبي رياضه ولا ما تبي رياضه في هل 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 الموضوع هذا مع الاتحاد الحالي، اعتقد الحكومه ما قصرت تبي رياضه بالفعل. ولو الحكومه قدمت نفس الدعم لاتحاد الشيخ طلال فهد بنفس الوضع، كان شفتوا هالمنتخب مو بس يوصل اولمبيات ريو ولا اولمبيات طوكيو، كان وصل حق كاس العالم. عموما اخذ اخوي ثامر، صبحك الله بالخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. صبح عليك وعلى الاخوان الموجودين عندك. صبحك الله بالنور يا اخو احمد اليوسف. انت واتحادك رحل
الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، جاكم دعم ما جاء اي اتحاد ثاني، الله يرحم والديكم. ترى تعبنا والله، تعبنا والله، حرام حرام، مرعب. آسيا يصير فيها الشكل مع نيبال ومع الجسمة، ولا تصورهم بنيبال يا أخي، ما يصير الشكل. مرعب آسيا يصير فيها الشكل، حرام عليهم والله، حرام عليهم. حطمتوا جيل، أجيال، مو جيل، أجيال. تكفون تكفون، ارحلوا ارحلوا، خلي يجوا الناس زين، مشكور ما قصرتوا، خلي يجوا الناس عارفين الكورة وعارفين وفاهمين الرياضة عدل. حرام يعني المنتخب الأولمبي والمنتخب جاه دعم مو طبيعي، يعني حرام والله، حرام والله العظيم حرام. أنا من 2002 كنت أدخل المباريات وحضر المباريات، لكن عقب المآسي هذه لا والله. طيب مشكور أخوي ثامر، يعني أختلف معك في نقطة، يعني أتفق معك يمكن في نقطة الدعم والأمور هذه، لكن ما لهم ذنب إن حطموا أجيال. الأجيال تحطمت يا أخوي ثامر، اللي وقفوا الرياضة هم اللي حطموا الأجيال. أخذ أخوي ناصر، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير حبيبي، شلونك؟ حياك الله يا أخوي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، عساك على القوة، والسلام على الدكتور الجميل. الله يحفظك أخوي ناصر، الله يعطيك العافية. بس في مداخلة راح أسوي سريعة. تفضل. بالنسبة حق المنتخب لازم يكون الاحتراف كلي ضروري، يعني نفس ما سوى قطر، يعني على الأقل 4 هجوم 2 وسط و4 دفاع، وحتى خليهم يحترفوا فرنسا ويدعمهم الحكومة، يعني يشيلون يمشون رواتبهم كم سنة، سنة سنتين حتى يردوا لنا. شو رأيك؟ طيب هذا موضوع نناقشه إن شاء الله مع الإخوان المحللين. مشكور يا أخوي ناصر، حط الخطة. أخوي جابر صبحك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أبو عثمان. الله يحييك، صبح عليك مسعود وضيح على ضيوفك الكرام والمشاهدين، حياك الله. بسعود، في أقاويل أن المدرب يعني كان في وضع الشك، يعني لين نتيجة اليوم كان ما في نية يعني يمشي، لا الطاقم الأول ولا الطاقم الأولمبي بالنسبة للطاقم الفني، ولا في تحرك ولا في تهيئ، يعني ولا في احترام مشاعر الجمهور والشارع الرياضي، لا من قبل المسؤولين ولا قبل الرياضيين ولا من قبل اللاعبين. ليش ما نحمل اللاعبين؟ لا نحملهم اللاعبين ترى بسعيد، انا مع احترامي عشان نكون منصفين ونعطي الناس حقهم، ما يسكر المدرب. يعني اليوم اللاعبين منتخب يعني مو قصورهم فيه، ما نقدر نفوز عليه 3-2 حب شيء والله، يبطل شبد يا اخي. والله نوجه رساله يا اخي، ما ادري اوجه رساله لمنو، يعني انت 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 اعلامي واخبر مني واميز مني وافقه مني، وعلم امور الرياضيين اللي قاعدين عندك نتعلم منهم. نبي نوجه رساله، احنا جمهور متعطش بعد الايقاف، يا اخي ظلين على ايقافه اهون شوي. نبي نوجه رساله لمنو؟ يعني ما والله العظيم ماني عارف اعبر شو اقول. السكوت ليش يا جماعه؟ ليش السكوت؟ خلاص انفضحنا، انفضحنا، ما نبي رياضي يبا، خلونا على ايقاف حصل لنا عشان نقول الكويت واقفه رياضيا. نعم، عساك على القوة. مشكور مشكور. وجه رسالة حق اللي يعمل من أجل المنتخب مو يعمل من أجل الأندية، هذا اللي توجه له الرسالة. أخوي ناصر صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور، حياك الله الموجودين جميعا، حياك الله. أول شيء احنا ما نبي ننتقد، نكون نفس باقي البرامج الرياضية، نكون مسيرين و مو مخيرين، ان نكون بالبدايه نتكلم عن الاستقالات اللي واحده تلو الاخر، وثانيا ان هذا الاتحاد لا يدير ولا يفهم ولا ونقول بس على المدرب، وناخذ الصب كل اقاويلنا على المدرب، وليش ما تاخذون قرارات؟ أصلاً قرارات لا بيدهم، ومفروض هم كاتحاد كله. وين الهيئة اللي بس تعيينات البرشوتية اللي تجي لمصلحة فلان وعلان؟ وين الوزير المعني اللي
لحد الآن يعني سلطين اللسان على اللي قبل وصمن بكمن على الحاليين. طيب هذول يجب أن يرحلوا بالاتحاد بالهيئة وتوصل الحكومة، هالكلام يوصل للحكومة. أوكي. اللي مشكور. فشلها ذريع برئيسه وبرئيس مجلس. مشكور مشكور أخوي ناصر. يعني في نقطة بس، إحنا نقدر ونحترم كل البرامج الرياضية وكلها لها يعني إن شاء الله ما تكون مثل ما تفضلت مسيرة، كلهم إن شاء الله مخيرين والحرية موجودة في جميع برامجنا الرياضية، هذا رأيك نحترمه، لكن يعني هذه نقطة اعتراض على هذه الكلمة. أخوي عبد الرحمن صبحك الله بالخير. حياك الله. سعيد، اختصر الوضع باختصار جديد. تفضل. من فضلك. انكار الذات، تدري شنو موضوع انكار الذات؟ نعم. ليه كل واحد قام ينكر ذاته وما احنا غير السطيع هذا اخوي وضع العام كل سيسه كلها بالدوله ما في هذا ولا وهذا ودعني ما قرر. نعم ما سمعنا شيء. طيب مشكور يا اخوي عبد الرحمن. اخذ اخر اتصال. هذا آخر اتصال. مشكور مشكور أخي عبد الرحمن. أرجع للموضوع الخاص بإخفاقنا في التأهل إلى أولمبياد طوكيو. أنت تحمل منه هذا السبب؟ هل اللجنة الفنية يعني أنا أحد الإخوان وينه عشان نكون مع متواصل مع إخواننا المغردين. هاني الهندياني يقول اللجنة الفنية هي السبب في إخفاق المنتخب الأولمبي من عدم التخطيط السليم، وللأسف بعض أعضاء لا يملكون خبرة ولا لديهم حس كروي، المحسوبيات هي السبب وبعد ننتظر إخفاقات جاية. أنت إيش رأيك يا أبو أحمد؟ أصل نظام الدوري خطأ، عدد المباريات، أنت شو مطور اللاعب؟ لازم اللاعب يلعب على الأقل 40 مباراة، 40 مباراة دوري 23 13 جولة 13، يعني اللاعب لو يصاب يلعب له 8 إلى 10 مباريات، وين بتطور؟ وبعدين قاعد يصير التوقف شهرين، يعني حتى الدوري الدرجة الأولى والدور الممتاز توقفات، قاعد تشوف حتى اللاعب ملل، شلون تبي تطور اللاعب أنت؟ وبعدين النقطة حق اللجنة الفنية، طبعًا هو المسؤول الاتحاد، اللجنة الفنية أنا بقول حق اللجنة الفنية، من يحاسب اللجنة الفنية؟ إذا هم طلبوا المدرب هذا عدل، إنزين. احنا كاتحاد بالاجتماع مجلس اداره مفروض عارف شنو سيف المدرب هذا قبل لا نتفق معه، كل اللجنه الفنيه حطوا اسم المدرب هذا، بس انا كاتحاد 14 عضو اشوف سيف المدرب هذا شنو انجازاته. 15 صاروا شنو انجازات؟ لا 14 ما ادش برقال للحين، برقال ما ادش فاحنا نشوف سيف المدرب هذا انجازاته شنو، مسك ما عنده اي انجاز ولا مسك اي فريق، مسك فريق بولندي خلال 4-5 شهور وقالوا. فأنا أقول الاتحاد في مشاكل بيناتهم، هم مصافين الأعضاء واحد يضرب الثاني. أنا برأيي اللي حب مصلحة الكويت، ها وأعلنها حق الإخوان بالاتحاد مع احترام لأشخاصكم ونعزكم ونقدركم، مفروض يوخرون دكتور إبراهيم الأنصاري لاعب منتخب سابق ودكتور أكاديمي، شنو دوره بالاتحاد؟ مو معطينا أي دور، وفي ناس ما عندهم خبره مسكينهم. اللجنه الفنيه ما احترام لاشخاصهم، اللجنه اسمها لجنه فنيه، مفروض تجيب ناس خبره باختيار المدربين. انا ما اشوف في ناس عندهم خبره يمكن واحد او اثنين. طيب ما يصير، يعني ما احترام لهم، يعني انت تتحمل الاتحاد. هي الاتحاد هو سبب الاخفاق اكيد اكيد. طيب. من واقع اللجنه الفنيه وعلى الاتحاد 14 عضو قاعدين. طيب دكتور ابو سعود، طبعا احنا مختصر مفيد الشق عود. تقولي ليش الشق عود؟ أقول لك بيوم الأيام سنة 2012 هذيل مواليد 97 منتخب. بالفترة هذه بسعود 2012 إحنا وضعنا
دوري اسمه دوري الامل. الفئه العمريه من 12 ل 15 سنه هذا المنتخب ما يقدر يلعب. كنا رايحين نستعد حق بطوله اسيا تحت 16 سنه، كان مدير الفريق الله يذكره بالخير اخوي علي الدحاني، اللي يوم لعبنا بايران وتاهلنا. كانت الفئه العمريه هذه سنه 97 عمرهم 13 سنه، فدائما المدرب تحت 15 ما يلعب عمره 13 سنه، وتحت 12 ما يلعب. فاوجدنا له بالاتفاق مع الاخوان الله يذكرهم بالخير في اللجنه الفنيه، قعدوا ويانا قالوا احنا محتاجين الفئه العمريه هذه سنه 7، الفئه العمريه 97 عمرهم 13 سنه نبيهم يلعبون. قلنا لهم شو الطريقه؟ قالوا نبي دوري. وجدنا لهم دوري اسمه دوري الامل، الله يذكره بالخير الاخوان في مجلس الاداره برئاسه اخوي الشيخ طلال. قالوا شنو المعوقات؟ قالوا ما عندنا دعم، الحكام يبون فلوس، الحكام كذا، الامور كذا، الامور اللوجستيه حق الملاعب كذا، هذا تكفل فيها الاتحاد كامل برئاسه الشيخ طلال انهم يدفعوا للحكام عشان مشي البطوله هذه، عشان اللاعب يلعب واطور مستواه واطور لياقته وغيره وغيره. طيب. ويقدر المدرب نفسه، كان وقتها ابراهيم عبيد واخوي طارق الخليفي كان في ذاك الوقت، شافوا اللاعبين طوروا مستواهم، طوروا مستواهم اللياقه. احنا قاعد نتكلم عن اخفاقنا. لا انا اقول لك ما ترجعنا ورا، خليك تفضل لك، ما ارجع لك ورا. ابو سعود تبينا نتكلم بنتكلم، ما تبي تتكلم بنقول. انت بترجعنا ورا دكتور. اوكي انا بقول لك، انا بقول لك ليش 2012. لا انا بقول لك 2020 يا دكتور. زين خليني اتفضل لك 2019 2020 ان شاء الله. اي باقي ثلاث اشهر ما نتكلم خلاص. لا تفضل تفضل. انت قاعد ترجعنا ورا. انا اتكلم عن ما نتكلم، انا منتخب الكويت. شكرا ما نتكلم. لا ما بتكلم خلاص. ما يصير يعني اليوم ما نجادلك، ما ناقش. لا ما تجادلني. ليش؟ ما تسير البرنامج على لا ما تسير البرنامج دكتور، ما تسير البرنامج على كيفك. انا اتكلم دكتور ولا كيفك؟ لا شو لا كيفك، انا قاعد اقول تهاوش دكتور. لا مو جاي تهاوش، تفضل كيفك ما تشوف شر. والله فضل. انا احمل مثل ما تفضل اخوي ابو احمد والاخوان، انا احمل الاتحاد الكويتي لكره القدم من اي تو زد. نعم. اول شيء بالبدايه نتكلم عن الاتحاد نفسه، اعضاء الاتحاد هم اللي يحطون اللجان، لجنه فنيه، لجنه الاحكام وغيره وغيره. لما تي انت كاختيار جهاز فني، اول شيء بالبدايه انت شو اللي محتاجه؟ محتاج بطوله ولا محتاج فريق بعد سنتين او ثلاث سنوات؟ لان في انواع من المدربين، المدرب اللي جايبينه مدرب محاضر مو مدرب، هذا فشل بولندا. انتوا قاعد تكلموا عن المدرب الاول يا جماعه، خلينا نتكلم الحين عن منتخب الاولمبي، خروجه وفشلنا في التاهل الاولمبياد طوكيو. السبب قاعد اقول لك الحين، ما له شغل جوزاك، ما نتكلم عن مدرب الفريق الاول. الاولمبي ولا هو جابهم وزاكا وجابهم، جاب الاثنين ذيل مو مدربين، ما عندهم هويه. زين شافوهم، مو في لجنه فنيه، مو في دكتور احمد عبد الحميد. قاعد اقول لك دكتور احمد عبد الحميد مو رئيس لجنه فنيه، مو مدير، انا مدير لجنه، مو مدرب وطني. بسعود. لما يشوف المدرب بسعود لحظه يعني بدر، الحين انا دكتور احمد عبد الحميد شفت هالمدرب وشفت مباريات بالدوره الوديه وشفت، ما قيم المدرب، انا دكتور، انا احمد عبد الحميد ما قيم هذا المدرب. صح. اشوفه زين يكمل، اشوفه مو زين ما يكمل. بس انا اللي اطلب، انا اللي اقصده ان انت اليوم تقول مو زين، ابو احمد يقول مو زين، لحظة الدكتور يقول مو زين، وعايشه يقول مو زين، زين احمد عبد الحميد اللي هو رجل فني ما يشوفه مو زين. واحنا مفنيين بعد نفس الشيء ما يصير. خليني اقول لك شغله واحده ابو سعود، علي الدحان رئيس لجنه فنيه ما يشوفه مو زين، بسعود احمد عجب نائب رئيس لجنه فنيه ما يشوفه مو زين. خليني اختصر كلامي، ما يصير يا جماعه. حسين فاضل اللي مشتغل وياه ما يشوفه مو زين، خليني اختصر كلامي، كلهم يشوفونه زين، انتم تشوفونه مو زين. خليني اختصر كلامي يا ابو سعود، احنا محللين ونحلل، اقول لك انا شغله واحده، يجب ان يكون في تحقيق، يسوون لجنه تحقيق ويحققون مع اللي ماسكين المنتخب الاولمبي. شو الفشل مالنا؟ ليش فشلنا؟ خلينا نتكلم بواقع. ليش فشلنا؟ في اسباب كثيره، منها طلعت انت خمس معسكرات او ست معسكرات، لعبت وديات لانجلت بس. بطولتين وديه بعد لاعبين. بس مو صحيح كذي. يعني منتخبنا اليوم يلعب على ارضه مع سوريا والاردن افضل منه بكثير. وانت اليوم تفوز على هذا، والله احنا حققنا فوز معنوي، خلي المعنوي لك هذا. لا خلينا نتكلم بالجد، تعال يا معود، لازم يصير في لجنه تحقيق ويطلع منهم واحد يقول حق الاعلام كله السبب، واحد اثنين ثلاثه، خلينا نعرف.
طيب ليش ما تكون في حقيقه؟ ما راح يطلع ولا واحد صح ولا لا؟ ابو عايش شوف ابو سعد يعني اليوم الاخوان حملوا اللجنه الفنيه مثلا ابو احمد حمل اللجنه الفنيه هذا الدكتور ما ادري حمل منه صراحه لكن هم اللي يبون مدربين انت هني ابو بدر حمل الاتحاد ولا لكن اليوم انت في لجان في تعمل ايضا يعني انت مثل ما تفضلت قبل شويه لجنه المسابقات شنو اللي قدمته حق 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 المنتخب الاولمبي؟ شنو مثل ما تفضلت انت دوري اتعس دوري على مثل ما تفضلت انا ما ادري مو متابعهم لكن اليوم لان انا عندي برنامج اجي احلل الدوري عرفت شو انا ببدي من النقطه اللي انت ذكرتها قلت اخوان الدكتور احمد عبد الحميد اخونا علي الدحاني حسين فاضل يعني اللجان اللي او يعني القراب من المدرب يشوفونه زين احنا نشوفه مو زين هي بالنهايه مو شوف هي بالنهايه مقاييس نتائج هي تحدد المدرب زين ولا مو زين صح اليوم نتائج الفريق اداء الفريق احنا ترى ممكن الفريق يخسر بس اداء في اداء انا راح اقول سلام فريق زين احنا كلنا هنا لو الفريق مؤدي وخسران صديقي راح نقول الفريق زين بس احنا اليوم مقاييسنا مو هي معاطفه ولا احنا ضدهم بالعكس احنا كلنا احنا كلنا مركب واحد لكن اليوم تعال خلينا نشوف اداء الفريق انت الاداء انت تابعت وياي المباراه انت تشوف الاداء المنتخب خلال البطوله كان زين لا طبعا مو زين زين اليوم احنا ليش لما نقول مدرب مو زين منو يعني المعنى الاساسي في اداء الفريق منو اللي يتحمل الجزء الاكبر من اداء الفريق هو المدرب هو المسؤول احنا اليوم ما نقدر نقول والله دكتور عبد المحسن هو الدكتور هو السبب محسن العنزي ما له شغل هو المدرب هو المسؤول هذه نقطه النقطه الثانيه اليوم انا اخونا جابر العنزي يعني نصبح عليه بالخير لما قال لك انا اللاعبين يتحملون الجزء انا اقول لا ما نقدر نتحمل اللاعبين انت متى تحمل اللاعب هذا اول شيء مو لاعب فريق اول عشان انا احمله ما اعطيته مباريات كافيه ما اعطيته انت جهوزيه حق البطوله انت اليوم ترى جهوزيه اللاعب للدوري متى ما ارتقيت في الدوري العام ارتقى مستوى اللاعب انت لا تقول لي معسكرات والله لو طلعهم سنه كامله من شهر 1 لشهر 12 معسكرات وتجي بدون دوري قوي ما راح يتطور اللاعب شنو المعسكر معسكر تبني صفحه عصر وبعدين رفعت بس وين الاحتكاك الجيد وبعدين تعال انت شوف الفترات اللي طلعوا فيها معسكرات تعتقد لعب مع فرق زينه هناك ناس مشغوله بدورياتها وين يلعب وياك مو فاضي يلعب وياك بيلعب معك مع صف ثاني عنده توقف بيمشي وياك لا 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 بس في مباريات قويه لا مع منو لا لا لعبوا مع الامارات لعبوا مع قطر لعبوا مع البحرين لعبوا هني مع السعوديه لعبوا اليابان شفت غلبونا 5 ماي 6 اي شفت لا لا اي نقطه الدوري ابو عايش ممكن الدوري بس ترى مو شرط كل دوري قوي لازم منتخب ديرتك قوي لا شلون الدوري ابو سعود كل دوري قوي يعطيك مخرجات فريق قوي هذا شيء زين هذه النقطه الثانيه النقطه الاهم اليوم الاخوان في الاتحاد شوف في خطا انا ما ادري يمكن ما ادري كان موجود على 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 وقت الدكتور ولا لا وهذا يعني عشان يعني يكون معي بالصوره ويصلح لي اليوم انت كاتحاد كويتي لما تيجي انت كل سنه تسوي لي سنه 19 سنه 20 سنه ترد لي 19 عشان تحافظ على بعض اللاعبين حق انديتهم عشان لا يطلعون برا شنو تتوقع ان اللاعب زين هذا اللاعب قاعد يلعب مراحل سنيه من تحت 12 و14 و16 وصل عشان شنو مو عشان يلعب فريق اول انت ليش قاعد عنده مراحل سنيه مو عشان تلعب فريق اول زين اذا اللاعب جاته فرصه عشان يلعب فريق اول انت ما قاعد تخليه يلعب اليوم عبد العزيز مروي انا اقول لك هذا اللاعب لازم يلعب فريق اول على امكانياته بدر طارق مثلا قاعد يلعب بس يعني قاعد يلعب فترات اليوم سالم البريتشي اليوم عيد الرشيدي في لاعبين لازم انت تتكلم عن تحت اولمبي تحت 23 سنه تدري شنو تحت 23 سنه يلعب فريق الاول اذا واصلين اللاعبين 23 سنه مو لاعب ما يلعبون بصفه اساسيه فريق اول متى بيلعب طيب دكتور كم سنه بالاتحاد من هنا اي خمس سنوات كم من النقطه اللي ذكرها ابو عايش كم مره يعني غيرته في المراحل السنة. انا اقول لك شغله هي مو عمليه تغيير بقدر ما ان انا اشوف الرزنامه مال الاتحاد اللي اسوي شنو عندي من بطولات قادمه بناء عليها انا اوظف الفئه العمريه مالتي بس جرت العاده ان دائما في اغلب دوريات العالم 15 17 19 درجه اولى غير هذا طول العمر بس عشان تعطيني فرصه اكمل ليش انا ذكرت الماضي اقول لك تفضل لان الاخوان ذكروا ان الدوري ابو سعود الدوري والله مهم جدا جدا طبعا. جدا ابو سعود قبل احنا عندنا الدوري 26 مباراه صحيح قسمين اي دوري صح قسمين 19 واحد اثنين عندنا طال عمرك نلعب كأس الاتحاد في طريقتين يا ذهب وإياب نعم. وهذه نعمل كم كبير من المباريات أو مجموعتين أو خروج مغلوب
يعني 26 مع اربع مباريات اوصل 30 29 مباراة هذا، او اذا ذهاب واياب اوصل الى 34 33 مباراة. بس هذا يعتمد على الرزنامة مالت الجامعة والثانوية العامة، يعني انا محكوم فيها بعملية كأس الاتحاد فقط. بس ان انا اقول لك شغلة، يعني ازعم من الاخوان دائما الاندية تبي التخفيف عليها، دائما تبي الراحة، المسؤولين الاندية يبون اقصر شيء للحصول على البطولة. اليوم تدري شنو بسعود؟ غير انك انت اللاعبين ما تقدر تعدهم، انت اصلا موت شيء اسمه منافسة. اليوم لما انت تلعب دوري 13 مباراة يا جماعة، تخيل انا اول مباراة اخسر فريق ما، بعدها فوز مبارتين، بعدين اخسر الثالثة، خلاص انتهت البطولة بالنسبة لي. صح ولا مو صح؟ قبل احنا بسعود تدري شنو؟ 26 مباراة. يعني انا اليوم حتى اللاعب بو احمد لاعب، اذا انت بيوم الايام عندك 13 مباراة تعتمد على 14 لاعب فقط، صح ابو احمد؟ قيل لما انا 26 مباراة اعتمد على 20 لاعب، لانه معرض محسن يتعور، احمد هذا موسى يتعور، غيره، صح ولا صح؟ احنا نقول اليوم يا جماعه الانديه، بعض الانديه اقوى من اللجنه الفنيه، وادلل على ذلك انت اليوم لما انت جيت اخترت عمليه الخمس محترفين بناء على اي نظريه علميه وتدريبيه، انك انت اخترت النمط هذا. انت اول شيء نزلت نسبة العينة عندك اللي انت تقدر تشوف فيها من 120 لاعب قبل في النظام السابق ثلاث لاعبين الى 95 لاعب، تخيل هذا واحد. غير هذا طول عمر انت لما تقول خمس محترفين، يعني انت اليوم عندك العينة او النسبة بالفريق ما يوازي 60% او 55% من ال 11 لاعب. صحيح. عدل وعدل. صحيح. زين، بدر طارق نبي يلعب، يوسف الرشيدي نبي يلعب، لاعبين هذيل كلهم نبيهم يلعبون، شلون انا اقدر العبهم في ظل خمس محترفين وياي؟ انا بس ابي واحد من اخوان اللي نحترمهم ونقدرهم، والله هذا نحترم اشخاصهم، بس هذه لمصلحه الكويت، احنا ننتقد لتقويم العمل فقط لا غير. بيوم من الايام الله يذكره بالخير اخوي احمد اليوسف طلع وياي في برنامج الديوانيه، وكان بذاك الوقت رئيس الاتحاد السابق ومشاهد، وانتقدنا، وكان الانتقاد بصدر رحب في برنامج الديوانيه، وانتقد المسابقات، وانتقد اللجنه الفنيه، وانتقد وانتقد وانتقد. اسمح لي اخوي ابو تركي، اليوم انت على راس الهرم، وين اللي انتقدتني بيوم الايام وانتقدت الاتحاد السابق، قلت مسابقات فيها وكذا كذا، اليوم عندك مسابقات في تخبط، اللجنه الفنيه في تخبط، الاستثمار في تخبط، وغيره في تخبط. يلا طيب انتجوا. انزين، انا بما ان يعني ذكرنا موضوع المراحل السنيه، اخونا العزيز مرزوق العجمي طبعا كان عضو في الاتحاد او في اللجنه المؤقته، وهو اخوي خالد الجار الله. انا باخذ رايكم في المقترح اللي هو حطه، يقول انا وزميلي في لجنه التسويه خالد الجار الله يقول تقدمنا باقتراح لمعالجه حاله اللي عاني منها الازرق تحت 23، فحاط اخونا ابو ناصر كتاب موجه حق الدكتور مشعل الربيع بخصوص المراحل السنيه للموسم هذا 2018 2019. طبعا الحين خلصنا منه، الموسم القادم الحين الموسم هذا انتهينا، ما في مجالنا يطبق او نناقشه. هو حاط الموسم الجاي مرحله الاولمبي تحت 23 سنه، مرحله شباب 19، مرحله الناشئين تحت 16 17، ما يصير 16 لا 19، هذا رايي هو يصير 17 16. لا هو حاط 16 19، هو حاط لا هو حاطي، بس هو لانه شو يقول؟ لا لا هو شو يقول؟ يقول عشان طبعا كان متاملين ان احنا نكون متاهلين الى هذه النهايات كاساسيا، لكن الان ما تاهلنا. هو بيحط دوري خاص تحت 23 صح؟ حق اللي متاهلين حق كاساسيا نفس، احنا ما قلنا عشان اللاعب يلعب. اي هذه طبعا الحين خلاص راحت. هو ليش حط مرحله 19؟ يقول حق بطوله اسيا تحت 19 سنه اللي ستقام من 14 الى 31 اكتوبر. هذا كنت تتكلم عن دور الرديف، كنت تتكلم عن دور الرديف تحت 23، كنت قاعد تتكلم عن هو الحين راح، بس عندنا بطوله اسيويه 16. بس بسعود في نقطه، انا يعني بخصوص الكلام ذكره الاخوان مساع اليوم، مثل ما قال مساع في نقطه ابو احمد ذكرها وايد مهمه. اليوم المدرب، انت قاعد تلومنا ليش احنا قاعد نلوم المدرب؟ اليوم المدرب هذه بطوله اغلب فيها بفرق ثانيه في الفرق الاول، ليش اليوم شلت الهويدي لاعب يلعب فريق اول؟ ليش في لاعبين بقيمه قاعد يلعبون فريق اول ليش تشيلهم؟ عبد الله الشرهان، يعني هذيل عبد الله الشرهان، يعني هذيل اللاعبين انت محتاجهم بالبطوله. انت اليوم محتاج لاعب يملك خبره اكثر من لاعب يملك مهاره. اللاعب اليوم ترى في لاعبين مهاريين وايد بالفريق، بس ما قدروا يلعبون، ما قدروا. الفئه العمريه اكبر منه، لانه قاعد يلعب محتك مع لاعبين فريق اول. احمد بقول لك شغله،
تدري واحد من اللاعبين ايش قال حق يعني اخوي ذاك اليوم؟ قال احنا موقفين صارنا شهر ونص. ايه صح، صار لهم شهر ونص بسعود، ما لهم موقفين صار لهم شهر ونص، ما قاعد لهم صح دوريه، ما قاعد لهم دوري 20. ايه شلون بسعود ما تذكر المباراه الاولى والثانيه بعض اللاعبين طلعوا الشيد وكذا وهذا؟ زين انا 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 بس بسال سؤال بس بسيط، عمليه السويتش بين المدربين ابي تفسير لها بس، شو المغزى منها؟ شو المغزى منها؟ تجي بسعود تجنو نفس ما قال اخوي ابو بدر ان المدرب، انا اقول لك اجتماع مجلس الاداره ساعات، انا احمد موسى مرشح نادي العربي ومسك في لجنه ما، تصدق انا غض النظر عنه تي ليش احتراما لاخوي احمد ان بعض القرارات امشيها مع اني ترى على يعني مو مقتنع فهمتني؟ فان الموضوع تيش ابو سعود اليوم انت لما جبت جوزاك وجاب الاسطاف الكرواتي تدري ليش احنا اذكر بيوم من الايام احنا رحنا اتجهنا حق المدرسه الاسبانيه لتفوق اسبانيا في كاس الامم الاوروبيه، صحيح ثلاث بطولتين خذوها، اليوم ربعنا اتجهوا حق الكروات لان كروات الثاني كاس العالم، الثاني بكاس العالم وغيره وتفوق. زين انت جبت هذا المدرب واقتنعت فيه كمحاضر او مدرب كذا، زين الاستاف اللي وياه انت يوم جبته شفت انه او المدرب وهو بنفسه حس على دمه وقال يا ابو احمد تراك بالكويتي بتكلم، يا ابو احمد تراك ما تصلح قلهم بي خلنا نزل 19 استرنا الله يرحم والديك بالبدوي بكلمه. زين ولا زين تكفى انت شنو المغزى من عمليه السويتش؟ تدري شنو المغزى؟ ان اليوم هذا المدرب اثبت فشله تلقاه بنهايه العقد يا يطلع نسيبه يا ولد عمه يا ولد خالته يا ولد كذا، قسما بالله بصوت فهمتني. فانا اقول لك شغله، اليوم نفس ما قال هذه والله العظيم الحكومه ما قصرت، والله ممثله في الايام عسكرات وقيره ويدينه كثير، اليوم لابد انه يطلع رجل مسؤول يحاسب ليش طلعنا فعلا، ليش طلعنا اذا انت معطيني معزين هالاداء ومعطيني ميزانيات ومعطيني كذا ومعطيني هذا. زين اوكي انت يا اخي وانا مستضيف البطوله، تدري انت شنو معنى مستضيف البطوله؟ يعني انا عندي يعني كرت جوكر احسن من الفرق الثانيه، عندي جمهور، عندي افضليه، عندي افضليه. زين تعال حاسبني، صحيح. تعال حاسب العالم. هي النقطه مهمه، هذه نقطه اعتقد يجب ان تكون ايضا جلسه مصارحه. يعني المعلومه اللي ذكرها الدكتور اليوم، اذا اللاعبين واقفين شهر شنو اللي قاعد يسوونه على لجنه المسابقات؟ شنو الدعم اللي قدموه؟ اذا كلام قلنا احمد ايضا خدناه بمحمل الجد انه والله الدوري قوي ودوري مهم لتقويه اللاعب. اليوم ابو فيصل انت تدري منتخبك وراه بطوله هامه يا اخوي خالد الشمري، تروح تسوي دوري كذي وتوقف الدوري شهر ونص حق لاعبين اخرتها يطيحون بالملعب؟ اعطيك معلومه ابو سعود تفضل. شفت هذا المدرب اللي نزلوه تحت؟ ايه ما بذكر واحد من الاسطاف ال 19 يقول ابتلشنا في ابونا ما عنده شيء. ليش؟ انا ان شاء الله واحده والله العظيم قاعد سعود اللاعبين نفسهم مالت المنتخب في منهم من قال المدرب هذا محاضر مو طبيعي. اي واحد فيهم الفوق محاضر العود محاضر مو طبيعي، لكن ولا عنده شغله داخل ما اشتغل ما مسك فراغ. والله انا اخذ تغريدتين. اخونا هيرو مدريد يقول متى ما كانت هناك استراتيجيه وخطه قصيره وبعيده المدى تعمل عليها الدوله ويقود تنفيذها رجال دوله النهوض بالرياضه ككل هنا وهنا فقط تنهض رياضتنا، المشي على البركه وانتظار الصدف عمره ما راح يجيب نتيجه، وانظروا لكل الدول التي حققت انجازات كيف تحقق لها ذلك واخرها قطر. اخونا احب الكويت يقول نشهة محمود متصل دائم يوميا، تدخلونا بدال الدقيقه دقيقتين واحنا من ملعب الوطن ولا مداخله، مصداقيتكم على المحك، واتحداك بعد شوي راح يدخل نشهة وشوف كم دقيقه. والله يا اخوي اكتب اسمك خلينا نشوف هل فعلا الاخوان، ترى كل الاخوان اللي يتصلون قاعد ندخلهم، وبالعكس احنا اصلا بدون مداخلاتكم واتصالاتكم ما نستمر ولا نكمل ولا نستمتع في البرنامج، فاتمنى تكون دقيق في نقل المعلومه. بالعكس يعني اللي يتصلون كلهم قاعد ندخلهم، واحنا ارجع اقول نتشرف ايضا في مداخلاتكم لان بدونها البرنامج ما يكمل، لكنك تتهمنا جزافا يا اخوي اتمنى يعني تقول اسمك اول شيء عشان نعرف ان هل عندك انت مصداقيه ولا ما عندك مصداقيه، اما تقول هالمعلومه وبدون ما نعرف منو حضرتك انا قريتها ترى عشان برد عليك بس، مو عشان ان يعني ابين ولا ابرر ولا بس، ابي اعرف منو حضرتك عشان نعرف ان انت عندك، هل انت صادق ولا غير صادق. اروح لفاصل.
حياكم الله ويانا. قبل أن أخذ بعض الاتصالات الهاتفية، في خبر اليوم نشر في جريدة الجريدة، أنا أحاول أشوف الخبر بخصوص اللجنة الفنية. هذا الخبر أن ثلاث مرشحين لتولي رئاسة اللجنة الفنية هم أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم الأنصاري ورئيس لجنة مسابقات خالد الشمري ونائب رئيس اللجنة الفنية أحمد عجب، دكتور أحمد عجب. أبو أحمد، أول شيء أنت مؤيد استقالة أبو فواز علي الدحام؟ والله هو شوف بدام هو يعني تحمل المسؤولية وجزاه الله الخير، بس في نقطة، حتى أبو فواز طلع مرة قال أن المدرب هو اللي موصي مثل تأجل الدوري وكذا، يعني نفذوا حق المدرب كل شيء اللي يبي، وحتى يجوزك نفذوا اللي فأنا أقول يعني بالعكس هي شجاعة منه تحمل المسؤولية، وبالعكس أتمنى هم غير اللي عنده شجاعة. منو ترى الأفضل إنه يستلم رئاسة اللجنة؟ في أعتقد أحد الإخوان صبح عليه بالخير، يمكن أخوي خليل البلام، كان عنده اقتراح أو وجهة نظر، يقول اللجان يجب أن يكون من خارج الأعضاء عشان تقدر تحاسب. أنا أيد كلام خليل البلام، لما تشكل لجان تقدر تحاسب، أما عضو مجلس إدارة الكويت وهذا من يحاسبه؟ فأنا أفضل إن رئيس اللجنة الفنية يكون يعني اوكي بيحطون عضو مجلس إدارة، بس يحطون ناس فنيين عندهم خبره، مدربين كبار عندهم خبره، لا يكونوا يشتروا من الاتحاد. اي بس اللجنه الفنيه ما قاعد تسوي تتخذ قراراتها دكتور من نفسها، يعني اليوم لما يقول له والله مثلا وقف الدوري مثلا، أوكي. او والله مثلا نبي تاجل الدوري، او تبي تخلي الدوري مثلا، انا اتكلم كنظام دوري، او هذا اقتراح ما يم يعني ما يم اللجنة الفنية من فراغ. أنا لازلت أقول إن اللجنة الفنية في إدارة يترأسها الدكتور أحمد عبد الحميد، أعتقد الدكتور أحمد عبد الحميد كان له رأي في مثل هذه الأمور. شوف بسعود، يعني اللجنة الفنية ما أعتقد قاعد يأخذون قراراتهم من نفسهم. شوف، ينزل لي رئيس اللجنة الفنية مسابقات يقول لي أجل لي، أقول له ليش؟ تناقش وياه، فهمتني؟ ما اخذ القرار الا الناس انت ما تفضل، تناقش مع الدكتور احمد عبد الحميد واقنعه. يمكن الدكتور احمد مقنع المدرب، ادري انا شغله، انت يكون جلسه بين المدرب بين رئيس اللجنه الفنيه بين اسطاف اللجنه الفنيه، يقنعهم المدرب لهدف ما، لمصلحه المنتخب فقط لا غير. شوف احنا دائما الاتحاد يعمل لمصلحه المنتخب وليس مصلحه الانديه. لما ينزل عندي المسابقات يا طول العمر بيقول لي انا اجلت، على انا حاضر، انا يعني نفذ أجلك نعم. بس أنا يعني على الأقل عشان لما العالم تسألني برا أقول لك نعم. والله تأجل يقنعني هو بنفسه، يقول والله إحنا بنأجل كذا وكذا لأن إحنا مقبلين مثلا على بطولة معينة، أو إحنا جايتنا دعوة نعم. من قطر، من الإمارات، من غيره، من كذا، ونبي اللاعبين يحتكون ومعسكر ومش عارف إيه، تمرين صبح عصر، هذا موضوع ثاني. بس بسعود اليوم أنت لما أنت غللت المسابقة نفس أنت ما تفضلنا، و13 مباراة دوري وكأس اتحاد خروج مغلوب، يعني تخيل أنت أندية الوسط وتحت يلعب 13 مباراة كاس ولي العهد، لا 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 تكلم عن مراحل مراحل صح. زين منو تعي؟ بس انا اقول بس خلينا نتفضلك. زين تدري كم يلعب مباراة من شهر 9 لشهر 5؟ مباراة وشوط، يعني مباراة ونص. تخيل بالشهر يلعب مباراة وشوط، شلون بتطور بسعود؟ صحيح. انا ايد صراحه. اول شيء انا احيي اخوي ابو فواز، مع ان انا ادري والله كاني يعني قاري الاحداث، وقلت له بيوم الايام قلت له الله يعينك، لان صراحه احنا كمتبعين الوسط الرياضي الزوبعه اللي صارت قبل التصفيات هذه، ودخلوا اللاعبين وعلي الدحاني وتصريحات من رئيس الاتحاد ورد عليه علي الدحاني صراحه، ورئيس احمد نادي السالميه، دخلنا في هذه امور صراحه. خل اللاعب دش التصفيات وهو مشتت صراحه. طيب. اليوم شجاعه منه، وليس هروب، لان شجاعه منه، لانه تحمل مسؤوليه اخوي علي الدحاني. زين، وقدم استقالته. من ياتي من بعده صراحه احمد عجب نائب رئيس اللجنه الفنيه، رجل لاعبنا السابق ولاعب منتخب وكفاءه، الدكتور ابراهيم لاعب نادي اليرموك ودكتور واكاديمي وكفاءه، خالد شمري والنعم فيه جاملتهم كلهم. لا انا قاعد اقول لك شغله، بس انا شوف اقول شغله الارجح والاقرب احمد عجب، لانه هو نائب الرئيس. انا راح اجيكم يا اخوان، بس خل اخذ بعض الاتصالات. اخوي سعد صبحك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اقول احنا لازم الحين نركز على المنتخب الاول،
احنا نقد المنتخب الاول قبل ما يصير مصير الاولمبي. لو نرجع مباراه الكويت ومصر 1-1 قياده رادي قدم مستوى لا اروع، كان من الحكمه الاستمرار على رادي. هذا اللي قدامنا اليوم باقي لي 5 شهور، اذا استمر هذا المدرب بالطريقه هذه راح يصير مصير الاولمبي. الاولمبي خلاص انتهى، صارت ظهور زايده، حنركز على المنتخب الاول. ارجع الكويت ومصر 1-1 قدم مستوى لا اروع، كان من الحكمه الاستمرار عليه وخلاص. اجي مدربين يدرب فيك. وشكرا. مشكور. اخذ اخوي بندر، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير مسعود. حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انا اقول من كان خلف الايقاف الرياضي وخلف قرار 5 محترفين وخلف قرار دوري 20 قسم 1 وخلف قرار دوري ايقاف الدوري 3 شهور متقطعه هم سبب ظهور المنتخبات بهذا المظهر السيء جدا جدا جدا. هذا واحد. اثنين، انا اقول اذا الانديه في بعض الانديه تعمل لمصلحتها ولا تشاهد المنتخب راح يكون الوضع سيء قدام الله لا يوريك صراحه. هذا بوجهه نظري. انا اقول الحكومه ما قصرت ماديا اعلاميا معنويا كل شيء، ولكن النفوس مو زينه يا ابو سعود. حاربوا الشيخ طلال نفسهم اللي كانوا قاعدين على الكراسي الحين، حاربوا الشيخ طلال والله سوى فيهم كذي. مشكور زك الله. مشكور مشكور. اخوي نشد صباحك الله بالخير. اخوي نشد. الو. تفضل. صباحك الله بالخير يا ابو سعود. حياك الله. عافية جميعا. واول شيء بارك المنتخب الاردني والسوري تأهل الام، ونقول هذا لك منتخب الكويت. انا طبعا اوجه رسالتي حق الاتحاد انه ضروري جدا انه يتغير الطاقم الفني ويتم جلب طاقم يعني صاحب سمعه وخبره وسي في على مستوى عالي. واقول يا جماعه ادفعوا يعني فلوس زياده، يعني الكويت ما شاء الله مو قاصر عليها شيء، يعني ادفعوا اللاعبين هذا اللي يستاهلون. الشغله الثانيه لاعبين، انا اقول ان اللاعبين الكويتيين لا يقلون عن اي لا افضل عن يعني عن اي لاعبين بالمنتخبات الثانيه. مشكله اللاعبين الكويتيين شنو؟ لا تفرغات، ماني قال لك احتراف، لا تفرغات، لا مكافآت، لا عدد مباريات، لا عدد مباريات يلعبون، لا بدنيه سعود بسبب يعني عدم كفاءه الطاقم الفني. يعني اليوم واضح بالثلاث مباريات القوه البدنيه واللياقه البدنيه ما تلعبين الكويت ترى هي ما اسعفتهم، يعني لولا المهاره اللي عندهم والموهبه اللي من الله يعني ترى كان ممكن في مباريات يتغلبون فيها 5 و6 ترى على الوضع البدني. طيب. مالهم. مشكور مشكور يا اخوي نشد. اخوي احمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا هلا ومرحبا. مرحبتين يا اخوي. حياك الله. صبح على ضيوفك الكرام وعلى الدكتور. شرفنا يا اخي. ليش مناش أمون علي أمون علي. أعطاك الحل قبل شوي بالسببتين. المشكلة أعطاك إياه حلها، أنت ما أعطيته فرصة إنه يجاوب، نفذت وبعدين الأصفر عليك رواه صراحة. الله يسلمك. هي مو مشكلة ترى، مو مشكلة اللي حط اللوم على الحكومة، كل شيء حكومة حكومة حكومة. يا جماعة الحكومة والله ما قصرت بشيء. جايبين لي مدرب على قولتكم إداري تبون يطلع الفريق، هذه مصيبة الكويت. شوفوا المدرب اللي مدرب الكرواتي حق اللي جاب كاس العالم الثاني يبغون يسوي شيء بالكويت. يا جماعه ما يصير، اعطوا فرصه يا اخي. يعني اللاعبين هذه مو حرام اللي يصير، يعني لا تحط حتى اللوم اللاعبين، ما في الجمهور، ما في سؤال الدكتور في جمهور اول مباراه لهم، وين الجمهور؟ انه يبالي اكثر من جمهوره؟ شو السالفه يا جماعه؟ وين جمهور الكويت؟ قاعد يشيل اسم الكويت هذا. طيب مشكور. كان زين يابين لنا زلاتكو، يابين واحد ما ندري منه. اخوي ناصر صبحك الله بالخير. عقده مو سهل ترى. يعطيك العافيه اخوي سيد. مليون و400 تفضل الله يعافيك. ابو سعود اللون الاصفر صراحه حلو، انا قلتها من قبل ودقيت وقلت لك اللون. خليك مستمر كذي. ابشر. نلبسه يوم الجمعه ان شاء الله. ابو سعود نلبسه يوم الجمعه ان شاء الله نحر فيه بعض الناس. لا لا مالك، شوف انا بالدرس السعودي اتحادي وعندنا هني قد ساوي. اه زين اصفر. يعني هم الاصفر ماشي وياك يعني. ايوه حلو. ابو سعود ابي ودي ممكن طلب تضبطون الدكتور يوميا، والله كلام منطقي، كلام يشعل العقل ابد يثبت كذي بالراس. مكانه ما يحتاج. استاذ كبير ودكتورنا. الله يحفظك. مدرب انه يعقوب شلون تقول الحكومه ما لها شغل؟ عندك شوف قال امس استضفته رئيس نادي التضامن قال عندنا ناس تشتغل، بس إنه شنو؟ روح شوف قطر،
خاطر انه يبون رياضه وموتون على الرياضه يحبون الرياضه زين عشان كذي صار فيهم. احنا لا تخطيط لا اداره ولا شيء يعني جايبين مدرب ما عنده سي في وطالب الاتحاد بالاقاله ويعطيهم العافيه. مشكور مشكور يا اخوي ناصر. اخر اتصال اخوي احمد صبحك الله بالخير. الو هلا اخوي احمد تفضل. هلا صبحك الله بالنور اصبح عليك وعلى مالك اللي عندك مسعود. حياك الله يا اخوي. الله يحييك طول عمرك. بس انت تتكلم على 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 الحاسده والانحاء ومن اللي من اللي مقصر. خلنا اعطيك على اعطيك مثال عجاله. تفضل. تخيل ان انا اخذ صفتك عبد العزيز عطيه. شنو معناته؟ تزويج صح ولا مو صح؟ نعم. اذا احنا يوم قبل بطوله الخليج وفينا بطوله الخليج ما كنا ندري ولا شيء الاتحاد. ما كنا ندري هل هو شيخ يوسف ولا دكتور ربيع. فانت ما حد حاسب مثل دار الاتحاد كره البلد. في تحاسب اللاعبين. الشق عود يا مسعود. وايام شيخ طلال الله يرده سالم كانوا يطالبون ب 14 عضو مؤسس في الاتحاد في اتحاد الكره. وكانوا الشيخ طلال كان معارض ليش؟ بسبب قوانين الدوليه. والحين هم نفسهم الحين جاي يطالبون ب 14 عضو اللي قصدي كانوا يطالبون بترتيب 14 عضو اتحاد الكره الحين لا يقول لك خل نقلص عدد الاعضاء. لا لا يعني ما في احد طالب تقليص الاعضاء. لا 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 يعني لا 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 مشكور 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 يا احمد مسعود مسعود لا لا ما في حد. بقولك شغله اسمعني اليوم طال عمرك هناك في راي في احد القنوات التلفزيونيه متبني عمليه تغليس اعضاء مجلس اداره. لا هذا راي شخصي ادري ما يخالف. انا ايش اقول لك؟ الرجل اللي قاله يقول لك انه في راي. لا لا هذا احترام رغبه سمو الامير. ما اختلفت وياك. هذه اصلا مي رغبه انديه ولا هذه رغبه سمو الامير. عسى الله يحفظه. يعني كلامك صح. احنا سكتنا لان يعني ما دام هي رغبه من سمو الامير احنا يعني نلتزم الصمت. كلامك صح. فما اعتقد لا ما اعتقد يعني هم بيخالفون يعني الراي الان بيخالف رغبه سمو الامير. ما اعتقد يعني مسعود. الامر صعب جدا يعني. ناصر اخوي ناصر شمري نعم. قال ان انا قاعد اقول ان الحكومه لا انا قلت عن الاتحاد هذا الاتحاد بالذات هذا نعم. الحكومه وفروا لكل شيء الاتحاد هذا نعم. الحكومه وفروا كل شيء من المعسكرات نعم. كل المراحل هذا كلامي. طيب رايك باستقاله ابو فواز من ترى مو الاجدر نقول منو تفضل انه يترأس؟ مسعود انا بأيد كلام اخوي خليل بلام. من المفترض ان اللجان هذه تكون خارج الاعضاء الاتحاد. ليش؟ لاسباب كثيره. اول شيء ان اي عضو يكون ماسك لجنه من لجان هذين لو فشل ما بيقدم استقالته مثل الدحاني. واتمنى ان الدحاني ما فشل. ترى شجاع يعني اللي وخر وقال انا استغل من اللجنه شجاعه لان انا اعرفه عدل. هذا مجتهد ويشتغل بس يمكن لقى شغله مضايقات او شيء هذا اللي ابعدته. اثنين بعدين لما نقول انه وخر وصار رد مره ثانيه او مسكه واحد ثاني مكانه 100% راح يكون في حرب بينهم لان انت اعطيته هذا وما اعطيتوني انا طلب كذي وما سويتي راح يكون في خلل في مجلس الاداره. لكن لما يكون بتعدين عن مجلس الاداره عن اللجان وفي ناس تشتغل هني يحاسبون كل واحد رئيس لجنه من برا يحاسب تعال ليش سويت كذي او لا سويت كذي هذا خطا وقيل واحد غيره. لكن كعضو مجلس اداره انا اشتغل اليوم واخر بس هم اتم اطالع اللجنه هذه سويتوا لها اعطيتوها يعني يفضل غير من برا الاتحاد اللجنه. انا اتكلم بحقيقه ان المفروض اللجان كلها تصير برا. بسالك سؤال انا احنا في ظل 15 نادي زين نعم. وعينا 165 لاعب في كل مرحله واضرب ما شئت نعم. زين يا جماعه اذا انا 15 عضو وبحط احمد موسى على اللجنه الفنيه وابو فلان على هذا يعني شنو دور ال 15 اللي انا مرشحه صراحه؟ هذا واحد. الامر الثاني كل احترام لرغبة سيدي صاحب سمو أمير البلاد في ال 15 أو ممثل لكل نادي بس يا جماعة ترى على مستوى العالم كله على مستوى العالم كله هناك لجان تنفيذية تتكون من 5 إلى 7 أعضاء في أي اتحاد في العالم. فهمتني؟
هني يعني في الدوري السعودي طول العمر نفس انت ما تفضلت رئيس لجنه الحكام من برا، الرئيس لجنه كذا من برا، رئيس الانضباط من برا. نعم اليوم اخفق نفس انت ما تفضلت، اخفق امشيه اجيب من هو اكفأ منه وحاسبه وحاسبه نفس انت. بس اليوم انت لما عضو مجلس الاداره ولاعب سابق ولاعب منتخب سابق، والله يا جماعه انا لو وياه زميل له في المجلس واخفق والله استحي كلمه لان تاريخه يشفع له عندي ما اقدر اكلمه. بالنسبه للثلاثه اللي قلت عنهم ما مو ثلاثة أبي أنت منو تفضل من كلهم جيدين بس أقرع برا ورب الكعبة أبو عايشة والله عظيم خالد مفواز ومن والله شوف يعني أو شيء نصبح على أخونا على الدحان مفواز يعني استغالة في محلها أمانة. أعتقد الريال تاريخه يعني السابق في المراحل السنية في المنتخبات السنية كان واضح والريال كان ينجز وكان يعمل، اليوم وصل مرحلة حس نفسه إنه مو قادر يكمل قدم استغالته، هاي شجاعة منه. اليوم في نقطة مساعة قالها الدكتور اللي هي لما يصير في اجتماع ما بين المدرب، وأنا أعتقد هذا اللي دائما يصير عندنا بالكويت ما بين المدرب واللجان أو الأعضاء، ويطلب المدرب طلب قد يكون مو مقنع لكن هم ينفذون الطلب عشان لا يتحمل المسؤولية، لأن باكر هذا المدرب إذا أنت إيه خصوصا المدرب الأجنبي عندنا بالكويت لما يقول حق الاتحاد أنا أبيكم توقفون الدوري ما حد راح يعارض. ليش؟ لأن لو عارضوا وما حقق النتائج او حقق النتائج السيئه بيقول انا طلبته وانت ما وقفتوا لي الدوري. هذا كلام صحيح ولا لا؟ كلام صح. هو هذا احنا عندنا للاسف هذا الانديه حتى الانديه اول شيء بيقول لك تعال انا طلبتك توقفون الدوري من ضمن خطتي انت ما نفذتوها فانت تتحمل وانا ما اتحمل، فبالتالي قاعد يمشون لرغبات المدرب عشان لا ينصدمون معاه بعدين. لا اللي يقبل البرنامج اللي انا حاطه، انا حاط برنامج أنا كاتحاد، أنا كاتحاد أقول لك أحط برنامجي أن أنا عندي دوري وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وتواريخه. تعال يا مدرب أنت تقبل كذي ولا من أول شيء تقول ما أقبل؟ هذا إيه موضوع ثاني لكن صح ولا لا؟ أو أنت تحط هدفك من إيه ناقشه؟ ها لازم ناس فنيين والاتحاد ناس فنيين. الدكتور أحمد حميد شخص فني، منو غير دكتور؟ في لاعبين أحمد عجب فنيك وايد ناس وايد فنيين لكن أنا قاعد أقول لك إحنا مشكلتنا اليوم مو مشكلة من يناقش، مشكلة إن اليوم تحمل مسؤولية. أنا اليوم يعني يجيني أنا أقول كان اليوم لو أنا كلجنة ويجيني المدرب يطلب مني راح أقول أوكي سوي. شنو مشكلتنا إحنا؟ طيب عايشة مشكلتنا يحسمون هذا أحسن مدرب العالم ومعطين الضوء الأخضر وشقوا خيط على راحته. نقطة بالاختيار هذا أنا أقول لك أنا مع كلام أبو أنور مع كلام أبو بدر والإخوان الناس اليوم لازم يكون شخص من برا الاتحاد لأن اليوم اختيارك من داخل الأعضاء هذه مشكلة كبيرة. أول شيء ما في تحاسبه، ثاني شيء بيصير في انحياز داخل المجلس ما بين مؤيد لقرارات الشخص وما بين معارض له، فبالتالي أنت لا طبنا على غدا الشر. اليوم أنت تبي تسوي لجنة عشان أنت تقدر تحاسبها تعمل هي إيه تعمل بأريحية. اليوم يعني أنت نفس اليوم اللجنة هاي اللي سواها أخواننا في نادي العربي لجنة من خارج الأعضاء لجنتنا مرة يمكن بس معانا الكابتن أسامة حسين عرفت، وهو كحلقة وصل ما بيننا وبينها. لكن اليوم إحنا نتحمل اليوم أنا كمقرر لجنة وكسمير وغير نتحمل اليوم أي اختيار باشل في 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 المباريات القادمة إحنا تحملنا إخفاق اللاعب إخفاق المدرب راح نتحمله. لكن لو اليوم أنا بالإدارة خلي يخفق اللاعب أنا مكاني. طيب أنا أخوي صقر المطيري بمشاري أصبح عليه بالخير مشكورا طبعا علق على الموضوع مع التقليص عدد الأعضاء ويمكن أنا نفيت كلام أخونا الدكتور، أكد لي كلام الدكتور وقال لي بالاسم أنا ما أدري صراحة لكن هذا بناء على معلومة أخونا صقر المطيري أنا أنقل المصدر. يقول الأخ عادل عقلة اليوم في قناة الرأي أكد هذه المعلومة وهذه النقطة وطالب بتقليص عدد الأعضاء الاتحاد إلى 7 أعضاء. والله غير هذا بعد قبل ما أنا توه قبل حتى بين شوطين يعني أنا أقول لا مو بس هذه قبلها بأسبوع ذكر بنفس البرنامج ايه شخص آخر بعد. أنا أقول الحمد لله يمكن قبل فترة ذكرنا هالنقطة الحمد لله أن الله خلانا نعيش هاللحظات هذه. قبل فترة تذكرون كانوا يقولون سيادة وقانون وما حد يتحكم قانون ما أدري شنو وهذه منظمات دولية فاسدة، والحمد لله أن الله عيشنا هاللحظات وشفنا شلون والله قانوننا تغير وكان قانوننا مخالف وصارت المنظمات الحين محترمة الحمد لله. والحمد لله الحين هم يعني على الأقل كنا نقول رأي صح إن نقول يبقى هذه رأي منظمات دولية، شوفوا الاتحاد الإسباني ما في ممثل
لريال مدريد في الاتحاد، كانوا يقولون انت وين تطالعوننا تقارنوننا بالاتحاد، كانوا يطنزون علينا على الكلام. لكن الحمد لله نشكرك يا رب انك خليتنا نعيش حق اللحظات اللي نتاكد فيها المعلومه اللي كنا نقولها. بسعود عموما بسعود دقيقه بس يا جماعه، بس انا بضيف نقطه، ان بسيرش معين مع احد المتعهدين دز لي بعض صفيات المدربين وقيمتها. قيمه المدرب اللي حطوه المدرب الاول اتوقع 1,400,000 عدل. والله انا اللي سمعته كم هم الطاقم كله، اوكي مو بس المدرب، ماشي. انا اقول لك الطاقم كله باكفى من الاسم هذا اقل من القيمه هذه بعد. نعم عموما خلينا نختم بس ب شيء يعني دعابه شويه قبل طريف، شيء طريف مو طريف يعني دعابه، لان الحين كل الاجواء الهلال والنصر، النصر والهلال، الهلال والنصر، ومباراه القمه يوم الجمعه. بس بس نقطه تفضل بعد. احنا كم 14 عضو ها؟ في اعضاء ترى مو قاعد يشتغلون فيه، ترى 4-5 يشتغلون. 15 ممكن نقولها لا لا هي لا انت كنت تأيد، انت من انت تأيد اللي ماني قايل لا 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 كنت تأيد كل نادي ممثل، ما يكون ممثل نادي. عمره ما تكلمت المره، ما تأيد والله ولا مره والله العظيم. 15 لا 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 تدري الباقي شنو؟ 15 لحظه الحين الحين شو اللي تغير؟ اللي كانوا يقولون كل ممثل نادي ما كل نادي ممثل، مو مؤيد. شو اللي تغير؟ مو مؤيد. لا ابي شو اللي تغير؟ الرغبه الاميريه. شو اللي تغير؟ باجي باجي شلون 5 6 الباجي 15 15 مو 14 عضو. ما في زين لا لا بنيه في العالم كله رئيس ونائب رئيس. كنا نقول هالحكي يا ابو عايشه، امين امين كنا نقول بس صندوق وعضو. بس الموضوع كان كان الموضوع شخصاني، مو موضوع تطوير رياضه. امين العام ابي شيخ طلال ونبي ما ادري من الخارج. بس هم خمسه بس. خل نروح حق اللقطه هذه بس نختم فيها قبل لا نختم الحلقه. ظريفه الأسلاف عني أنا. نعتذر منكم، ما أدري اللقطة جاهزة مرة ثانية مخرجتنا ولا فيها مشكلة، لأن مو مبين الفيديو. فجاهزة نعرضها نعيدها نعيدها، يلا خلينا نشوفها لأن تكون أوضح. واضح انك بنت ابوك عبد الله من مواجهه الجمعه، صارحني ارجوك. لا لا انا ارتبك، اسال الاسلاف اسلافك عني انا. واضح انك بنت ابوك عبد الله من مواجهه الجمعه، صارحني ارجوك. لا لا انا ارتبك، اسال الاسلاف اسلاف عبد الله. ايوه عبد الله، رايك واحد رد لاعب كبير هذا. ايوه بس عنده ثقه بنفسه. بس دكتور يعني صراحه يعني انا يمكن اختلف مع الكابتن كبير ولاعب اسطوره، بس اسطوره. بس اليوم انتم لاعبين، اليوم لما تلعب انت كقدساوي امام العربي او عرباوي يلعب امام القادسيه، لازم الربكه هذه لازم يعني. حتى لو يعني اليوم تقول ماجد عبد الله ما يعرف، بس لازم الربكه الرهبه هذه في مباريات مثل هذه لازم تكون موجوده. الربكه لابد تكون موجوده، بس اتوقع في وجود سنتر مثل ماجد عبد الله جلاد الحراس اللي بيوم من الايام خلى الطاقم الصيني يتكسر. يعني مسعود اتوقع انه في ربكه. بس انا اقول شغله، انا اقول لك شغله يعني 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 جمهور الامس غير جمهور اليوم، ثقافه اللاعب الامس غير ثقافه اللاعب اليوم. هو عنده ثقافه. شوف انا الموسم هذا شغله واحده، انا ابي ابي الهلال يرد على السؤال اللي جاب هذا. اوكي انا بالهلال بالملعب ما راح يلعبوا بالملعب. لا يرد على، قاعد اقول رد على الشكوى، قاعد اتكلم عن راي جواب شكل الجواب ماشي. يرد عليه بالملعب. لا لا ابو بدر، ابو بدر شوف انا ما في راي. عفوا هو مو راه، هو ما ما يرتبك، هو يبي يردون الهلال عليه. شكو هو، هو شكو. لحظه ابو بدر، انا رجل هلالي ودي يفوز الهلال يوم الجمعه، لا يزعل مني اخوي بسعود. لا يبغى خذ راحتك. بس اليوم انت تتكلم عن ماجد عبد الله. ايش قال؟ قال اسال اسلافك، يعني اسال اللاعبين اللي لعبوا وياي. نعم صح ولا مو صح؟ نعم. بيوم من الايام انت تنكر قيمه ماجد عبد الله او سامي الجابر او غيره، حتى لو لا لا ضدك كل هذا. هذا رهيب. تنكر محمد نور، هذول لاعبين. بسعود طيب. في لاعبين عندهم ثقه بنفسهم. انا بعطيك مثال الموسم هذا، شوفوا ماجد. نعم. شاري غنام، والله العظيم شاري غنام لاعب الكويت. اول مباراه شفته ما شاء الله تبارك الرحمن، كنا لاعب له 20 مباراه ولا مباراه شفته مرتبك، مع انه يلعب خط دفاع. هذا في لاعب عنده ثقه بنفسه. فماجد لاعب كبير. لا ما انا اختلف وياه. ماجد لاعب كبير. ابو عايشه ماجد عبد الله، ماجد عبد الله ركضته تخرب المحل. انا ادري. شوف يعني السؤال اللي طرحته على الدكتور انه
لاعبين العرب اللي لعبوا ضد إيه أتكلم هالمباريات كبيرة يعني شوف هالجمهور شوف مهما وصلت من النجومية ومن الإبداع داخل الملعب تبغى المباريات الديربي لها رهبتها ولها خوفها يعني أنا أذكر رحمة الله عليه يعني الله يرحمه ويغفر له سمير سعيد الله يرحمه لما كنا نلعب ضد القادسية سمير سعيد بقيمته الله يرحمه وإبداعه يحوش يعني بطني عورة هم البداية هي عرفت يعني وما يقدر يلعب وتلاقيه يعني قبل المباراة بيومين ثلاثة مو على بعضه وهو سمير سعيد لكن من يصفر الحكم ينتهي كل شيء كلنا ما في لاعب مهما كان هذا اللاعب شنو لا بد ان انت قبل المباراة تحوشك هذه الربكة وعايش سمير حارس مرمى يتحمل مسؤول بس هذا اقول لك شغلة انا بقول لك شغلة نهائي كأس الامير 92 نعم. انا كنت قولتي والله يرحمه غمد روح الجنة سمير سعيد قولتي والله العظيم يوم منا صافين نزل الله يرحمه الشيخ سعد والجمهور هذا والله من الربكة انا يمحاكيك من الربكة اني قاعد اروح مع الجمهور نعم صح. والله واحنا واقفين ننطر سمو العهد الله يرحمه ينزل يسلم علينا والله العظيم بس نفس ما تفضل اخوي ابو عاشه اول كره مسكتها وسميت عليها الجمهور هذا كله مع انه شوف والله يمكن لو تقط ابره بسعود ما تدش صحيح. من الجمهور صحيح ذاك ذيك ترى مسعود في نقطة, نقطه مهمه يمكن دكتور ثوى قالها بحديثه يعني صدق احنا بالمباراه قبل المباراه لما ندش الملعب نسخن نسمع صوت واحد من الجمهور انا اتكلم عن نفسي لكن من يصفر الحكم والله ما تدري ما اسمع صوت ولا واحد من الجمهور ما تدري خلاص الصوت بالنسبه لي ينتهي عرفت فهذا اليوم يعني اليوم انت اللاعب تبقى لاعب داخل الملعب عرفت نعم. طبعا الاسطوره ماجد عبد الله لاعب ذات قيمه وشان كبير يعني احنا عودنا لاعبينا بالبطولات مثل يوم لعبنا مع الهلال والنصر هناك بالسعوديه قبل المباراه لاعبينا خليهم يتمشون داخل الملعب صحيح والجمهور يصرخ وخلاص اول ما يردون تقول لهم المدرب سمعته وش قالوا قال اسمعنا قال هذا انسو هذا اسمه لنهاية المباراة عيل ابو سعود قول له يوم الخميس يويلك منه نصلا بخاتم والله النعم فيك يا ابو احمد وهذه مباراة تحدي مسبق هذا تحدي مسبق هذا انا قاعد اقول لك الكاس مو مقياس انا اشجع صلا بخاتم الخميس تقعد لي صبه وتلعب بالانتياز صبه سويت لك المباراة الودية صبه بعين تهاوشت ويانا بكسار وش انترفيجكم يوم صافي الضغط انا اشجع صلا بخاتم الخميس شكرا لك كابتن ولعب شكرا لك دكتور محسن العنزي شكرا لك منصور الثنيب شكرا لك احمد موسى شكرا لرعاتنا وداعمينا شركة كويت ريد بن العميد الطياب المرشود مطعم سيامي اسطى مطعم التسيم ومطعم كناف وعجين دير اندير ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيس في الكويت نلقاكم باكر مع السلامه.